إذا كنت مرأة وكنتي بالعراق الصعوبات يزيد 10 مرات. مرحبا واضح، أنا طافان حمخامي سليمانية. بعد تخرجي من الجامعة أنا اشتغلت بشركات دولية وشركات محلية في سليمانية. بعد سنوات من شغل وياهم أنا بلشت بالشركة مالتي باسم ديكوروم للماركتين والأدفرتايسين، وبعد سنوات فتحت أول مصنع لتصنيع مستحضرات التجميلية باسم بايتاف. فهسا إحنا بأكبر كوزماتيك شوب والبيوتي سنتر في الأربيل. إذا كنت مرأة وكنتي بالعراق الصعوبات يزيد 10 مرات، لأنه الناس هنا ما يثقون بالبنات والمرأة، فدائما يقولون أنت ما تقدرين، أنت ما عندك حيل حتى تسوين كذا وكذا وكذا. فأكيد كان في صعوبات، ففكرت وقلت ليش ما يكون عندنا منتج محلي بالعراق ويكون مكتوب عليه مصنوع في العراق؟ ليش احنا دائما نجيب منتجات من خارج العراق؟ فبلشت بالدراسة بأحد من أشهر معاهد في بريطانيا في مجال تحضير منتجات طبيعية للوجه وللشعر. فبعد دراستي الدبلومة بلشنا بأول منتجات مالتنا، المعطرات، معطرات الجسم يلي يمنع رائحة العرق، والتنتات، تنتات يعني حمرة الشفايف باللونين، كان عندنا برتقالي والأحمر. الناس حابوا كلهم هواية هواية هواية، وكل المنتجات مصنوع من أشياء طبيعية ومن موادات الطبيعية. مثلاً كريم الحماية الليلية مصنوعة من زبدة شيا والألوفيرا، وللرجال عندنا زيت اللحية يلي مصنوع من زيوت كلش مستفيدة للحية، ويلي يكثف ويقوي وينطي رونق للحية. الوقت الحالي هو كله داخل العراق، بس بالمستقبل إن شاء الله إحنا نحاول حتى ندزه للبرات العراق. من أنا يعني حابة يكون بالمطارات وبعدين ننشره بالمولات الكبيرة. عندي فريق عمل كلش زين، وأني من هون بدي أقولهم شكراً لتعبكم وياي والتكبير بايتهاف. ثقوا بحالكم، ثقوا بحالكم، ثقوا بحالكم، ودرسوا هواية. لا تبدوا من صفر من غير العلم، يعني لازم يكون عندكم علم ودرسوا هذا المجال كلش 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 زين، وبعدين ثقوا بحالكم وبدأوا بي. شكرا كثير لك. شكرا لكم. Thank you so much.